الهمة ديت درجات وأنواع. أول حاجة في الهمة هي همة في الدنيا، أدي النوع الأول. تاني حاجة فيها همة في الأخرى، في العقبة يعني في الآخرة. تالت نوع همة بالله تعالى. الهمة اللي في الدنيا ديت هي منبع، يعني الدنيا هي منبع علم الإنسان، وهي غاية رجائه ومنتهى سعيه وأمله. ما عندوش غير الدنيا بس، فإنسان مهموم بالدنيا، ما عندوش غيرها، فهمته بالدنيا. أيوة. الهمة التانية همة في العقبة، همته الآخرة. هو بيعمل للدنيا بس الدنيا مش لذاتها، مش هي منتهى أمله، مش هي منتهى سعيه. لا، ده هو عارف ان في ربنا فلازم يحسن العمل عشان في يوم حساب. الهمة بالله دي بشارة الفوز بقى، همته معلقة بالله فدي بشارة للفوز. بيبقى هو ايه؟ خلاص يعني صاحب حال، صاحب ايه؟ حال. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بالضبط، وما له في الآخرة من نصيب. من نصيب. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك.